أبا المعتصم يا خير الرجال وأوفاهم، يا أكثر الرجال انضباطاً والتزاماً، كنت جندياً وقائداً في آن واحد، أنضجتك نار النكبة منذ أن كنت طفلاً مهجراً من قرية عراق المنشية. تنقلت في محطات اللجوء طفلاً، وحملت بندقية الثائر فتىً، وتخندقت مع إخوتك في خندق الثورة ثائراً ومناضلاً، فكنت من أوائل الملتحقين بحركة فتح عام 67 لتبدأ رحلة نضال مشرفة، مقاتلاً ونقابياً وتنظيمياً لتستحق النجمة الكبرى من وسام القدس. أبا المعتصم، عرفناك أخاً وأباً متمترساً خلف قناعاتك ومبادئك وقراراتك، وها أنت الآن تسبقنا إلى دار الحق، حيث الأنبياء والشهداء، حيث رفاقك من شهداء اللجنة المركزية وشهداء أبناء شعبنا العظيم. نعزي أنفسنا وأبناء شعبنا وعائلتك بهذه الخسارة الكبيرة، فرحمة الله عليك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مشاهدينا ومستمعينا أينما كنتم، أحييكم في حلقة جديدة من ملف اليوم الذي نخصصه للحديث عن القائد الوطني عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المرحوم الدكتور جمال محيسن أبو المعتصم، الذي سبقنا اليوم إلى دار الحق بعد رحلة طويلة من النضال وخدمة قضيتنا في عديد الساحات والمحافل والمواقع. وسنتحدث أيضا عن جلسة المجلس المركزي والمخرجات المتوقعة سياسيا ووطنيا، ذلك مع ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور صبري صيدم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. مساء الخير دكتور. مساء الخير دكتور. اسمح لنا ونحن نتحدث عن هذه القامة الكبيرة الدكتور جمال محيسن، الذي رحيله يشكل خسارة لكل أبناء شعبنا الفلسطيني، قبل أن نتحدث عن سيرة ومسيرة الدكتور جمال محيسن، اسمح لنا ومشاهدينا الكرام أن نتوقف مع هذا الفيديو عن أبرز محطات حياة الدكتور جمال محيسن رحمه الله، وبعد ذلك نبدأ الحوار. تفضلوا بالبقاء معنا. We'll be right back.
حقا استحق النجمة الكبرى من وسام القدس دكتور صبري صيدم برحيل أبو المعتصم الخسارة كبيرة، أليس كذلك؟ نعم، اسمح لي أن أبدأ بالتحية لأرواح الشهداء والتحية لأسرانا وجرحانا، ونخص الليلة في حضرة الشهداء هذه القامة الفلسطينية التي ترجلت أخونا الحبيب أبو المعتصم جمال محيسن الذي لطالما اعتدنا على إرادته وعلى عزيمته وعلى إبائه وعلى كرامته وعلى حضوره وعلى تميزه في الميدان. حقيقة فارس بامتياز، رجل فلسطيني بكل معنى الكلمة، مؤمن بقضيته وبعدالة هذه القضية، يقاتل من أجل شعبه. وبالفعل عندما نذكره من أيام طفولتنا مرورا بكل المحطات التي استعرضها تقريركم مشكورا، حتى ترى بأنه أنت أمام قامة غير عادية ترجلت اليوم، نترحم عليها. وكم نشعر بالألم والحزن أن نفارق زميلا في اللجنة المركزية لطالما اعتدنا على وجوده وعلى حضوره. رحمه الله إلى جنات الخلد، هذا رجل اليوم في دار الحق، ونحن إن شاء الله على نفس المسار ونفس المسيرة بإذن الله لتحرير الأرض والوصول إلى حريتنا واستقلالنا بحول الله. دكتور، كانت تربطك علاقة مميزة بالأخ أبو المعتصم، وبصراحة كان هناك جانب كبير له علاقة بالوفاء لوالدكم الشهيد القائد ممدوح صيدم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. دعنا نتشارك معك عن طبيعة هذه العلاقة. يعني دعني أقول حقيقة أن نحن اعتدنا على جمال محيسن المعلم الذي كان رياديا وقياديا في الاتحاد العام للمعلمين. أذكر في طفولتنا في دمشق كان الرجل حاضرا بكل معنى الكلمة، مقداما. هذا الرجل الذي دائما يصدح صوته بالحق كان بالفعل هذه العلاقة الأسرية الحميمة، وأيضا العلاقة التي جمعتنا في مواقع الشتات الأخرى حقيقة عززت من طبيعة الارتباط بهذا الرجل الذي تشرفت لاحقا بأن أزامله في اللجنة المركزية وأن أرى فيه حجم الإقدام والإيثار والرغبة بأن يكون في الميدان حتى خلال مرضه. وانت تعرف أخي عايد، وانت مشكورا حضرت معنا في مناسبات عديدة، كان الرجل يتقدم الصفوف حتى أن الرئيس أبو مازن كان يحاول أن يعني يطلب منه بمحبة وبود بأنه عليه أن يخفف من حضوره الميداني، خاصة عندما بدأ المرض يستحكم في جسمه، عندما بدأ الوهن يعني يعتلي هذا الجسم الأصيل. كان الرئيس أبو مازن حريص عليه أن يتابع قضية علاجه، أن يهتم بصحته أكثر، خاصة وأنه بتعرف المواجهات احتدت مع الاحتلال في المقاومة الشعبية، وكان أبو المعتصم يصر على التواجد في مناطق يستخدم فيها قنابل صوتية وقنابل الغاز وأحيانا الرصاص الحي. وكنا نتحدث إليه، كان يشعر بأنه غيابه سيؤثر على المشهد، يقول بأنه شحذ الهمم يتطلب من الإنسان أن يكون حاضرا في الميدان، وأنه القائد حضور والقائد قرار والقائد شخصية. وبصراحة سواء على مستوى الطفولة أو على مزاملته في اللجنة المركزية كلها حقيقة جسدت هذه الشخصية العظيمة اللي حقيقة نفتقدها اليوم. وأنا أكبر بالرئيس أبو مازن عندما نعاه الليلة، قال أنا يعني أنعى إليكم وإلى الشعب الفلسطيني رحيل هذا القائد الذي أشعر بغيابه بحزن شخصي كبير. وأعتقد أنه كل من سيأتي على هذا الكرسي ليؤبن جمال محيسن سيعيد ذات الكلمة بأنه هناك رابط شخصي مع هذا الإنسان الذي كان بسيطا، الذي كان معطاءا، والذي كان مقداما، وكان صوته صداح بالحق. وأقول في بعض الأحيان الحق لا يعجب كل الناس، لكنه لم يتردد في طرح وجهة نظر. أيضا هناك قفشات ومحطات كانت جميلة إنسانية تعبر عن هذا الرجل الأصيل اللي لن أنساها أبدا على الإطلاق، ربما يصعب الحديث عنها على الهواء، ولكن بصراحة أقول كل ما شاهدت في هذا الرجل كان حقيقة صورة للفارس الفلسطيني الذي نعتز فيه. وبالمناسبة في السنوات الأخيرة الثلاثة والأربعة الأخيرة كان بمستوى الفدائي الذي قاتل هذا المرض العضال بكل معنى الكلمة، حاول ولكن القدر يعني سبحان الله، وهو اليوم في دار الحق نترحم عليه نستذكره بحزن، ولكن الأهم بأنه ترك هذا الإرث الطيب اللي نعتز فيه جميعا. دكتور، وأنت تتحدث ألمس هذا الحزن الشخصي، كل من احتك بالدكتور جمال محيسن يدرك حجم الخسارة، وتحدث الرئيس كما تفضلت أنه يشعر بخسارة حتى على المستوى
الشخصي، وأنت تتحدث عن أنه كان صاحب كلمة حق، هل تريد أن تقول أن الدكتور جمال محيسن كان لا يراوغ في الأزمات، في التناقضات، في التحالفات، بمعنى كان يتبنى الموقف الواضح بغض النظر، ليزعل من يزعل وينبسط مين ما ينبسط؟ بصراحة نعم، يعني صاحب موقف كان يمتلك كلمة، رحمه الله، كان يمتلك من الموقف وصلابة الرأي، وفي بعض الأحيان العناد الذي ربما كان يزعج البعض، لأنه بتعرف مجتمع فيه كثير أيضا من المجامل وفي كثير من الإطراء، وربما هذا الإطراء في بعض الأحيان يعني يدغدغ مشاعر الناس. هو كان صريح، كان رجل لا يخشى في الحق لومة لائم، عندما يتحدث يقول رأيه بصراحة، وإن كان في بعض الأحيان الرأي لا يعجبك، ولكن بنهاية المطاف تجد بأنك تكبر بالإنسان أنه يضع ما لديه على الطاولة، وليس هناك أي ضغائن من خلف الستار، وليس هناك محاولات لنصب المكائد لا سمح الله أو الطعن بالظهر. كان يعتز بأصدقائه وبزملائه، كان يحفظ الود، وأنت تطرقت لما يلامس القلب أيضا بشكل كبير، العلاقة مع الوالد التاريخي، وأيضا العلاقة مع جميل صيدم الأم التي كانت أيضا ناشطة في العمل التنظيمي على مستوى المرأة، وهو كان في اتحاد المعلمين كما رأيتم في سيرته الذاتية، وهذا التداخل من خلال مكتب التعبئة أو التنظيم اللي كان تقوده عدة هامات فلسطينية، وكان الأخ اللي نستذكره باحترام وحب أبو ماهر محمد غنيم على رأس هذا المكتب، وكنا نصاحبهم في هذه الاجتماعات كأبنائهم ونرى حجم الجد الذي كان موجودا. حقيقة الرجل من الزمن الأصيل نفتقده اليوم، ولكن كما قلت هذا الإرث الطيب بصراحة هو الذي يعزينا جميعا. دكتور، شغل الدكتور جمال محيسن عديد المواقع في النقابات، في المجلس الثوري لحركة فتح، مواقع رسمية، كان محافظا للمحافظة نابلس، وكيلا مساعدا في وزارة الشباب والرياضة، ولكن لعل التنظيم هو الذي كان يشكل دائما هاجسا في وعي الدكتور جمال محيسن. شغل موقع مفوض الأقاليم الخارجية، وتوفاه الله وهو مفوضا للتعبئة والتنظيم في الأقاليم الشمالية. إلى أي مدى ترك الدكتور جمال محيسن بصمة على المستوى التنظيمي تحديدا؟ بطبيعة الحال طبيعة العمل التنظيمي هو عمل ديناميكي متحرك في كثير من التحديات والصعوبات، وإرضاء الناس غاية لا تدرك، وبالتالي أنا لا أدعي بأنه جميعنا يمتلك الكمال وأنه ما يقوم به هو دقيق 100%. هناك أخطاء ونحن بشر، وربما هو يقر بأنه كثير من المحطات ربما ارتأى أن تكون الظروف أفضل حتى يعالجها بطريقة أكثر يعني ربما إتقان مما كانت عليه، ولكن هذه الميزة التي كان يخص فيها عمله حقيقة الصراحة وعدم المواربة وطرح الآراء بجرأة وعدم تجميل الأمور، يعني كان يضعها في نصابها. طبعا خبرته في عضويته في اللجنة المركزية في الفترة الأولى في الأقاليم الخارجية كانت شيء، وخبرته الثانية في الأقاليم الشمالية كانت شيء مكمل، ولا أقول شيء آخر، لأنه استفاد من هذه التجربة وحاول توظيفها في تجربة أخرى. ولكن يجب أن لا ننسى أنه قبل أيام قليلة هذا الفارس أيضا اختار طوعا أن يترجل من موقعه، فأرسل الرسالة التي عممت على شبكات الإعلام الاجتماعي والتي يطلب فيها من رئيس الحركة أن يعفى من مسؤولية التعبئة والتنظيم، باعتبار أنه بدأ المرض يستحكم ولم يعد قادرا على أداء واجبه. فالرئيس رد الكرم الأخلاق وهذا الأدب الجم، رد عليه بأدب مباشر وبعرفان وتقدير له وببطاقة محبة جاءت بمنحه هذا الوسام اللي تفضلت وتحدثت عنه، تقديرا لهذا الترجل وتقديرا لهذه المسيرة الحافلة بالعطاء. ولكن حقيقة رأينا في الأيام الأخيرة كيف تسارعت الأحداث، وكيف يعني وصلنا إلى حالة متأرجحة في حياة هذا الرجل. وطيلة النهار رأيت على شبكات الإعلام الاجتماعي هناك من يقول بأنه توفاه الله وهناك من ينفي، ولكن صبرنا حتى أعلن على لسان الرئيس وفاته بشكل رسمي ومراسم العزاء والتشييع غدا، لنقول للجميع بأنه حقيقة هو ترجل ولكن سيبقى معنا حيث الوجدان والشخصية والحضور، ويعني هو واحد من الناس اللي صعب أن تنساه بصراحة.
أنا أقولها بألم لأنه أعرف هذا الرجل يعني قدر حرصه على العمل، ربما كما قلت هذا النفس لا يعجب بعض الناس، ولكن أنا كنت دائما أقول إنه الصراحة راحة، والصراحة في بعض الأحيان وإن كانت مؤلمة أفضل بكثير من أي نوع من أنواع المناورات. كما قلت إنه لا يناور لا يراوغ، يطرح وجهة نظره أمام الجميع، وأعتقد إنه الجميع الليلة في المجلس المركزي شعر بجروح كبير إنه هذا الرجل غير موجود بيننا، وكنا ندعو له بالشفاء، ولكن قضاء الله وقدره ندعو له بالرحمة. رجل سيبقى بوجداننا جميعا وسنذكره بكل معاني الحب والتقدير في جنات الخلد إن شاء الله. دكتور جمال محيسن مع الشهداء والأنبياء والصديقين. دكتور جمال، دكتور صبري، نتمنى لك طول العمر طبعا، ونحن نتحدث وننعى هذا القائد الوطني الكبير، تزامن رحيله مع انعقاد جلسة المجلس المركزي في هذه الظروف الفلسطينية الخاصة التي تمر بها هذه القضية. أريد أن أسأل وأنتقل إلى موضوع جلسات المجلس المركزي، كيف سارت الجلسة هذا اليوم؟ يعني بصراحة أنا أحيي كل من اختار أن يكون على مقعد الحضور في المجلس المركزي، سيما أنه تعرف يعني أصبح، وبصراحة أقولها بملء الفم، عندما نأتي لمؤتمرات تشكل مفاصل تاريخية في حياتنا أو مجالس، دائما التشكيك في الوقت والتوقيت والسبب والدافع وخلافه ما يطرح نفسه على الواجهة، ونبدأ بالسؤال هل سنذهب إلى المجلس أم لن نذهب، هل سيحضر الفصيل الفلاني أم لم يحضر، وندخل في عراكات وفي يعني كثير من المد والجزر وصولا للمحطة التي فيها نقرر أن نقوم بالفعل. وبصراحة يعني إذا لم يعقد المجلس المركزي في هذا الظرف السياسي، متى يعقد؟ يعني تتحدث عن هجوم إسرائيلي يكاد يستشهد فلسطيني في كل يوم، يهدم بيت كل 6 ساعات في النقب العربي الفلسطيني، تهاجم بيوتنا ويهاجم الآمنين، كل مواقع المواجهة التي نتحدث عنها، هذه الحرب المستفحلة على الشعب الفلسطيني، انسداد للأفق السياسي، استدامة واستفحال لحال الانقسام الفلسطيني، حالة الهرولة العربية والتطبيع. طب كل هذه المحطات إذا لم نأتي لتفعيل المجلس المركزي ليعقد حتى يراجع هذه القضايا، متى يعقد المجلس المركزي؟ يعني البعض يقول ويتهم في بعض الأحيان حركة فتح بأنها تعطل مسار منظمة التحرير. طب تفضلوا هاي المجلس المركزي، تفضل قدم رأيك تحت قبة المجلس المركزي، تحدث عن هذا الوضع، راجع كل الملفات وما يجري الآن. حتى في النقاش الدائر عندما تركت الجلسة كان الحديث في إطار المراجعات الشاملة لكل شيء تقريبا، كل القضايا التي تتخيلها موضوع النقاش. لذلك أنا بقول هذه مش فرصة حتى يعني أبرز ذاتي على حساب الحاجة الفلسطينية، أو أن أقدم نفسي على حساب الواقع المعاش الذي يستوجب أن يكون هناك وحدة حال وتميز في القرار وتمتين لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتأكيد على تمكين بنيانها حتى تواجه المرحلة القادمة. وبالتالي إحنا نقول إنه هذا مجلس الحاجة، مجلس الصرخة في وجه العالم، ومجلس الحضور الذي نريد أن يكون أكثر تعزيزاً لمنظمة التحرير الفلسطينية. وبتعرف جرى الحديث عن فصائل تغيب وفصائل تحضر، أنت رأيت وحضرت معنا الجلسة الأولى كإعلامي، ورأيت كيف أن الجميع تفاعل، وبصراحة إخواننا في الفصائل التي شاركت بسجلها كل الاحترام والتقدير، شاركوا بالفعل بفاعلية، النقاش يدور بشكل مسؤول، وأعتقد أنه بشكل غير مسبوق الجميع يستشعر حجم الخطر. لذلك أنا بقول بصراحة كل من اختار أن يكون هو اختار أن يكون في الدائرة الصحيحة، البعض يختار أن يكون في الدائرة المريحة وأن يمارس عملية التنظير. إذا بدك تشتغل بدك تتحمل، والقيادة قرار، وعليك أن تكون قائد في هذه المرحلة السياسية حتى تمكن منظمة التحرير البيت الجامع للفلسطينيين، وحتى تكون قادر على ضبط إيقاع العمل، ليس بقرار فتحاوي فقط وإنما بقرار لكل الفصائل الفلسطينية. وإحنا بنقول بصراحة من اختار أن يأتي بارك الله فيه، من اختار أن يغيب برضو بارك الله فيه، الباب يبقى مفتوحا ومواربا للجميع،
حتى نمكن منظمة التحرير وننطلق نحو حوار أكثر شمولية لنصل إلى حماس والجهاد الإسلامي وبقية القوى، لأنه نريد بيت فلسطيني واحد يواجه هذه المرحلة الصعبة. لعل من أبرز ما يدور الحديث عنه فيما يتعلق بالمخرجات السياسية دكتور صبري صيدم هو إعادة النظر بالعلاقة مع الاحتلال. هذا المجلس حتماً لن يمتلك الحل السحري للقضية الفلسطينية، بالتالي سقف الأمال يجب أن يكون عالي المستوى في إطار تراكم النضال سياسيا وقانونيا وشعبيا. هل هناك ملامح لصيغة القرارات التي سوف تخرج عن المجلس المركزي بخصوص العلاقة مع إسرائيل؟ أولا قبل ما أجيبك على هذا السؤال لو سمحت لي في عجالة أنا أقول، تعرف قبل عقد المجلس المركزي كان شيء والصورة المشرقة بالأمس كانت شيء آخر، لأنه عندما عقد هذا المجلس شكل انتصار لإرادة الثبات والاستمرارية في مشروع عقد المجلس المركزي. أما وأنه انعقد المجلس المركزي طبعا البعض كان يشكك بالنصاب العددي والبعض يشكك بالنصاب السياسي، عندما استوفينا هذا المشهد وذهبنا لمراجعة جميع القضايا صارحنا أنفسنا قلنا ما الذي سنقدمه لأبناء شعبنا وما الذي سنقدمه للعالم، لأنه الكل يترقب ما الذي سيرشح عن هذا المجلس المركزي. احنا بنقولها بكل جرأة، هناك قرارات صدرت على المجلس الوطني، قرارات صدرت على المجلس المركزي السابق في الدورات السابقة لم تنفذ. إحنا لن نذهب نحو اختراع قرارات جديدة بصراحة. إحنا سنذهب نحو خطة عمل لإنفاذ القرارات التي صدرت ولم تنفذ. وأنا أقول بصراحة ما قدمه الأخ الرئيس في خطابه في العام 2021 أمام الجمعية العامة كان بالنسبة للجميع حتى الذين يختلفون مع الرئيس ويختلفون مع حركة فتح قالوا بأنه في أجندة أكثر إقدام سقفها أعلى، خطابها مختلف عن الخطاب السابق وارتبطت بعام زمني. فإحنا قلنا للكل الفلسطيني الآن لدينا أجندة عمل ترفع السقف، تريد أن تنفذ القرارات التي أخذت بالسابق في المجلس الوطني والمجلس المركزي، وتريد أن تركز على أن تقدم للشعب الفلسطيني خطة عمل. وبالتالي إذا لاحظت عنوان المجلس وشعار الرئيس هو تصعيد العمل في وجه الاحتلال، المقاومة الشعبية وتفعيل. وأيضا تفعيل الدور المقدام لمنظمة التحرير الفلسطينية. لماذا أقول المقدام؟ لأن الناس دائما تتنمر على منظمة التحرير، تعتبر أنه عاشت حالة تغول وأنها غابت عن المشهد وأن الفصائل تناحرت. سأتحدث معك بعد قليل عن الحمد لله إحنا بنقول أنه ما رأيناه اليوم كان مشهد حضاري بكل معنى الكلمة. الآن لجنة الصياغة بدأت بإعداد البيان الختامي، هذا البيان سيركز على خطة العمل. وأنا بقول إنه العمل لم يبدأ فقط مع انعقاد المجلس، العمل الحقيقي سيبدأ باليوم الذي ينتهي فيه المجلس، لأنه ستبدأ الناس تحاسب الكل الفلسطيني على الأقل تحت راية منظمة التحرير ومن اختار الحضور ما الذي ستفعله في الفترة القادمة. هناك خطاب سياسي رفع مستوى الهدف السياسي الفلسطيني، وبالأمس الرئيس بساعة وأربعين دقيقة تحدث عن كل القضايا بما فيها قرار التقسيم وبما فيها حق العودة وما فيها تفاصيل الخاصة بالقضايا العالقة، موضوع قطع العلاقة مع الاحتلال، سحب الاعتراف بإسرائيل، وقف التنسيق الأمني وخلافه من هذه القضايا، كلها الآن ستوضع محط التنفيذ في إطار خطة العمل. وكما قلت الجميع سيبدأ بالعد العكسي مع قرب انتهاء العام، وهي الفترة الزمنية اللي تحدث عنها الأخ رئيس منظمة التحرير، رئيس حركة فتح، رئيس اللجنة التنفيذية الأخ أبو مازن أمام منظومة الأمم في الجمعية العامة في العام 21. دكتور، فيما يخص الوضع الداخلي الفلسطيني ونحن ما زلنا نشهد هذا الانقلاب الذي أدى إلى الانقسام، البعض تحديدا من تلك الفصائل التي وتحديدا حركة حماس تحدث عن أن عقد جلسة المجلس المركزي تعزز الانقسام، بينما يعني التيار الوطني الفلسطيني يؤكد أن هذه خطوة باتجاه إعادة اللحمة الوطنية وتعزيز يعني فصائل منظمة التحرير، العلاقة ما بين فصائل منظمة التحرير وصولا لإنهاء طية الانقسام مع حركة حماس. كيف تردون على هذه الأصوات وكيف سيساهم هذا المجلس في بناء وحدة وشراكة وطنية حقيقية مع الكل الوطني؟ يعني دعنا نتحدث بصراحة أمام من يشاهدنا،
ونقول تالي: عندما لا تلتئم أطر منظمة التحرير يصار إلى القول بأن منظمة التحرير نائمة ومهمشة وغائبة عن المشهد. عندما نأتي لترتيب الأطر وجمع يعني شتاتنا ولملمة جراحنا والذهاب نحو إطار جامع، نقع ضحية التنمر والتشكيك والدوافع والاتهامات وخلافه في إطار لماذا يعقد الآن وما السبب ولماذا التوقيت وما هي الدافعية وراء، يعني مجمل أسئلة لا تنتهي، فتشعر أنت وكأنه أنت مدان إن لم تفعل ومدان إن فعلت. لذلك أنا بقول القيادة قرار. في نهاية المطاف أنت أمام واقع صعب، يجب ألا تمني النفس بأنك قادر على الصمود لوحدك. وبصراحة أنا بقول للغائبين، بقولها بملء الفم، البيت الفلسطيني إن لم يمكن لا يستطيع أن ينهي الاحتلال. وإحنا لا نريد أن يكون هذا المجلس مجلس تمزيقي على الإطلاق، وإنما مجلس جامع، وبنقول للجميع الباب مفتوح وسيبقى مواربا لعودة الجميع. وإحنا لاحظ متبنين هذا الخطاب العقلاني الذي فيه نريد أن نتصالح مع الجميع، بس يا أخي لا نستطيع أن نغيب المؤسسات مدى الحياة. العالم ينظر إلينا ويقول ما الذي، ما هي نقاط القوة لدى الفلسطينيين؟ لا، لدينا نقاط قوة مرتبطة بإمكانية تفعيل مؤسساتنا، تنشيط منظمة التحرير، تمكين أطرنا، تعزيز حضورنا الميداني، وبدء تنفيذ الخطوات التي حددت في المجلس المركزي والمجلس الوطني. لذلك علينا أن نتجاوز مرحلة التنمر، أن نخرج من إطار أن أنا يلا بدي أبين وارجي حالي حريص على الثوابت الوطنية وبالتالي بدي أغيب عن المجلس. اللي بده يشتغل في العمل العام يجب أن يتحمل يعني كل هذه الحالات التي فيها تحديات والتي فيها نوع من يعني إعمال في بعض الأحيان شطط في المواقف. أنت مطلوب منك أن تقدم شيء وعليه تجمع إطار فاعل في منظمة التحرير، تمكن إداريا من خلال ملء الشواغر، تمكن المؤسسة من خلال تعزيزها، وخاصة وأنه لدينا رئاسة مجلس استقالت، وبالتالي هناك واقع إداري يحتاج لتمتين حتى تبقى المؤسسة قادرة على الصمود واستكمال المسيرة. وإحنا مرينا بمطبات سياسية وعثرات ومرينا بأخطاء، ويجب أن نعترف بأنه التصحيح يأتي في إطار الدفع قدما دون أن تغلق الباب أمام أحد. إحنا مش عاملين مجلس مركزي بنقول بدناش حدا يجي معنا، إحنا عاملين مجلس مركزي والباب يبقى مفتوحا. نعم، المؤسسة حاضرة، وتفضلوا معنا متى أردتم، ولكن عاجلوا في هذا الأمر لأنه الاحتلال لا ينتظر أحد. وبصراحة تجارب الشعوب أثبتت بأنه شعب ممزق لا يستطيع أن ينهي الاحتلال. لذلك أنا بقول وعبر هذه الشاشة الأصيلة، لأنه إحنا نمتلك الجرأة في حركة فتح عندما نتحدث عن أخطائنا وتحدث عن إنجازاتنا، بنقول بصراحة مجلس جامع، إذن مجلس مفتوح للجميع كي يعود لإطار منظمة التحرير، ونضغط باتجاه تفعيل العمل. لذلك من يسألنا بنقول له هذه خطوة على طريق توسيع إطار الحوار الداخلي من أجل لملمة جراحنا الفلسطينية. شكرا جزيلا لك الدكتور صبري سيدم، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. وبعد قليل سنستكمل هذا الحوار مع الأخ دلال سلامي، عضو اللجنة المركزية، ولكن نستمع الآن إلى أبرز ما جاء في كلمة السيد الرئيس محمود عباس أمام المجلس المركزي الفلسطيني. أمام كل ذلك، وقياما بواجبنا في حماية مصالح شعبنا، فإنه يتحتم علينا القيام بما يلي. أنا الآن أقول كرئيس لدولة فلسطين مقترحاتي، رأيي، لكن القرار بالأخير مش إلي، القرار إلكم، أنتم أصحاب القرار. إعادة النظر في الوضع القائم بأسره وترتيب أوضاعنا الداخلية والنظر في خياراتنا كلها وفي علاقاتنا مع دولة الاحتلال بما يمكننا من الصمود على أرضنا والحفاظ على حقوق شعبنا في أرض وطنه. وأكرر هنا بأننا سننظر في خياراتنا كلها، خاصة بعد أن تجاوبنا إلى أقصى مدى مع الجهود الدولية الرامية لإيجاد حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأوفينا بكل التزاماتنا بحيث لا يستطيع أحد في الدنيا أن يلقي علينا بأية مسؤولية في عرقلة عملية السلام.
إننا لازلنا نأمل بأن يقوم المجتمع الدولي بمسؤوليته في تنفيذ قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وبدلا من أن تلتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاقات الموقعة معها وتحويلها إلى اتفاقات سلام دائمة، تقوم على الاعتراف بحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال والدولة وفق قرارات الشرعية الدولية. وبدلا من أن تنهي الدولة القائمة بالاحتلال احتلالها لأرضنا وشعبنا، نجدها تزيد من سطوتها الاستعمارية على أرضنا من خلال هجمتها المسعورة المتمثلة بالاستيلاء على الأرض وتوسيع نشاطاتها الاستيطانية، فضلاً عن الاعتداءات الإرهابية لمستوطنيها التي تجري بحمايتها. إن التحديات الوجودية التي تواجهنا اليوم تقتضي منا مواصلة الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، والعمل على تطويرها والحفاظ على القرار الوطني المستقل والتمسك بثوابتنا الوطنية المعتمدة في المجلس الوطني بالجزائر عام 88. هناك إجماع عربي على مركزية القضية الفلسطينية من خلال قرارات القمم العربية والدعم العربي لقرارات فلسطين لدى المحافل الدولية كافة. إن الغالبية العظمى من الدول العربية تؤمن بالمبدأ الذي رفعناه منذ البدايات بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين. إننا أحوج ما نكون في هذه المرحلة للدفاع عن أرضنا ووجودنا وهويتنا وقدسنا ومقدساتنا، والبحث عن وسائل تنهي الاحتلال عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، والعمل على تكثيف المقاومة الشعبية السلمية التي أصبحت خيارنا الأساس، وتوسيع نطاقها لمواجهة اعتداءات المستوطنين الإرهابية والوقوف بقوة في وجه مخططات الاحتلال الرامية للاستيلاء على أرض وطننا. المجازر التي ارتكبت في عام 48 لا تقل عن 40 مجزرة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، بعضها معروف وبعضها غير معروف، قتل فيها الآلاف. الآن كل هذه المجازر يجب أن تحاسب عليها إسرائيل وتدفع الثمن طال الزمن أم قصر. استمعنا إلى أجزاء من كلمة السيد الرئيس محمود عباس أمام المجلس المركزي الفلسطيني. أرحب بالأخ دلال سلامي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. مساء الخير. قبل أن نتحدث بمجريات جلسة المجلس المركزي، يجب أن نتوقف عند رحيل القائد الكبير الدكتور جمال محيسن، ونحن في هذه اللحظة الذي نفتقده ويفتقده شعبنا. نعم. وحركة فتح، الرئيس يعني نعاه وقال إن ذلك إن رحيله يشكل خسارة شخصية ووطنية، وأيضا حركة فتح. ماذا تقول اللجنة المركزية وهي تفتقد أحد أعضائها؟ يعني يسعد مساك، وفعلا بقلوب تبكي بكل صدق الدكتور جمال محيسن. لا أعتقد أنه هناك يعني حدا من اللي عرف الدكتور جمال محيسن أنه لا يبكيه بحرقة.
نفقد اليوم الدكتور جمال محيسن، هذا القائد الكبير الأخ العزيز اللي كل من عرفه يعني يعتبره، كان يعتبره بمثابة أخ له، هو قريب لكل إنسان يعرفه، هو إنسان متواضع، هو إنسان يمد الجسور، تسهل مد الجسور بينك وبينه، وكان مميزا. اليوم عزائنا لأنفسنا وعزائنا لكل الحركيين أبناء حركة فتح أينما كانوا، وعزائنا لشعبنا الفلسطيني بفقدان هذا القائد الكبير الدكتور جمال محيسن، وعزائنا الخاص للأخت المناضلة الفاضلة أم المعتصم والدكتور معتصم، ورولا وآية وكافة ولينا وكل أبنائه الأعزاء. يعني هو خسارة لأسرته، أسرة الصغيرة، ولكن هو خسارة لكل الشعب الفلسطيني. أعتقد أننا خسرنا قامة وطنية وقامة حركية فتحوية مميزة. هذا الدكتور اللي كان منذ بداية نضاله، منذ بداية مسيرته، لم يكن في مكان إلا وكان جريئا، كان متميزا، كان مقداما، وكان دائما يقبض دوره بجدية. ما كان في موقع بيكون فيه لمجرد اني انا والله استلمت موقع، كان دائما ما بيكون في مكان الا بده يعمل تغيير، الا بده يعمل يعني بصمة مميزة في هذا الموقع. وكان دائما يقول بانه شعبنا يستحق، كان دائما يستخدم هذه المقولة اللي كان بيستخدمها الأخ أبو عمار ويستخدمها الكثيرين، ولكن هو كان يمارسها بالعمل، إنه شعبنا يستحق أكثر، شعبنا وأبنائنا يستحقوا أكثر منا، يجب أن نتواصل معهم. كان متواضعا لدرجة يعني لا توصف، كان مبادرا باقتراح أفكار جديدة، كان دائما جريئا في عرض فكرته. وأنا بتذكر حتى في فترة الأخ الشهيد القائد أبو عمار قديش كان يعني وهو متولي مهامه في وزارة الشباب والرياضة، قديش كان وهو عضو مجلس ثوري في ذلك الحين، وقديش بعديها لما كان برضو في لجنة الرقابة الحركية، قديش كان دائما يدافع عن قضايا الأعضاء أبناء حركة فتح، قديش كان يتولى مسؤولياته في الدفاع عن حقوق أبناء حركة فتح ويعمل من أجل أبناء حركة فتح، قديش كان يدافع عن المؤسسة. يعني بتتذكر بدايات تأسيس السلطة الوطنية وهو كان وكيلا لوزارة الشباب والرياضة، قديش كان يدافع عن المؤسسة وكيف يمكن أن تبنى، عمل مع أجيال واسعة من الشباب لأنه كان يؤمن بأنه هدول جيل المستقبل، كان يؤمن بهم. فمنذ بدايات عمله أي موقع حركي أو وطني تولى الدكتور جمال محيسن كان جادا في عمله، وكان يسعى لطرح ما هو جديد ويعمل من أجل التغيير، وهذا واستمر في عمله حتى مهمته الأخيرة مفوضا للتعبئة والتنظيم في الأقاليم الشمالية. فهو خسارة، خسارة لأبناء حركة فتح، خسارة على المستوى الوطني وخسارة على المستوى الوطني. وقديش كان الدكتور يحاول أيضا في المستوى الوطني أن يكون وحدويا وأن يكون جامعا. وشوف إنه اليوم وإحنا بنعقد المجلس المركزي في دورة 31 واللي بنحكي فيها إنه نعمل من أجل تمتين الجبهة الداخلية وتمتين بيتنا الفلسطيني، كان دائما هو اليوم بنفقده. في هذا اليوم إحنا بنفقده، بنفقد رجل آمن بالوحدة الوطنية وآمن بالعمل المشترك مع رفاق الدرب من فصائل العمل الوطني منذ البدايات. كيف اليوم في هذا اليوم الكل بنعاه في هذه الدورة، والسيد الرئيس نعاه من على منصة اجتماعات المجلس المركزي في الدورة 31. عزائنا الحار والصبر والسلوان لأسرته ولنا جميعا. لا أعتقد أنه يعني شعبنا عظيم وهناك كثر بأبناء شعبنا، ولكن هناك قامات أعتقد بأنه لا تتكرر في الكاريزما بتاعته، في شخصيته، في وده، في محبته، في تواصله، في إيمانه بالشباب وإيمانه بالمرأة. يعني هو كان في أي موقع، كمان كنت ألاحظ من البدايات منذ عودته إلى أرض الوطن وإقامتنا، كنت ألاحظ في محطاته المختلفة قديش كان مؤمن بالمرأة الفلسطينية وقديش كان داعم لها. وأنا من الناس اللي بستطيع أن أقولها بكل صدق، كان من الداعمين
لدوري ولمهامي وفي أماكن تواجدي، كنت ألاحظ دائما، وكان هناك مواقف كثيرة أرى بأنه كان داعما شخصيا على المستوى الشخصي. أنا يعني كمان بشعر بفقدان خاص يعني في هذا المجال مثل ما يشعر الرئيس، وأنا متأكدة أنه كل إخواني وزملائي في اللجنة المركزية كلهم اليوم كان يشعر بفقدان خاص مع الدكتور جمال، لأنه هو قريب للكل، يعني يستطيع كل منا أن يرى أن له مساحته مع الدكتور جمال محسن. قديش كان يؤمن بالجيل الشاب ويعززه، وكنت بلاحظ هذا في شغله عبر محطاته المختلفة، مثلا لما كان محافظ لمحافظة نابلس كان يؤمن بالطاقات الشبابية والنسوية، وكان يعني يعطيهم مساحة، وكان دائما في دعمه للمؤسسات ومتابعته، كان يتابع كل هؤلاء بشكل أو آخر. هذا عن شغله في المحطات المختلفة. ولا ننسى إنه يعني هو من عمث أظفار ومن جيل الشباب، وهو من السبعينات وهو مناضل عتيد، ما بين الحركة عام 67، نعم، ما بين لبنان وما بين سوريا ومن ثم في اتحاد المعلمين. وعلى فكرة من الميزات اللي لازم نأشر عليها إنه دائما يعني كان يعطي أولوية للعمل التنظيمي على العمل اللي فيه بعد رسمي وفي كذا، كان دائما بيعطي أولوية. لذلك كان التنظيم يشكل هاجسا بالنسبة للدكتور جمال محسن. نعم، يعني إذا بترجع إنه في السبعينات كان هو في مكتب التعبئة والتنظيم في 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 متابعته في لبنان وسوريا، إذا بترجع في الثمانينات كان في مكتب التعبئة والتنظيم اللي بتابع يعني شؤون التعبئة والتنظيم في كل العالم لحركة فتح، يعني أينما كانوا في كل الساحات. إنك بتشوف إنه كمان في اللجنة المركزية الأولى كان مسؤول التنظيم في الأقاليم الشتات، في اللجنة المركزية الثانية إنه هو مسؤول التنظيم على أرض الوطن. فهاجس التنظيم يعني هذا ليس بسيطا، أن تجد كادرا متقدما هاجسه أنت الكادر العضو بالحركة، هذا مهم، لأنه اللي بيكون هاجسه هذا الخط بيعرف وبيؤمن بأنه التحرير يأتي من خلال بناء الإنسان والكادر المنتمي والكادر المرتبط بالفكرة، لأنه فتح هي فكرة من أجل فلسطين، والفكرة هاي بدها كادرها، بدها من يحملها، بدها من يحملها. فكان يؤمن بالكوادر بالأعضاء، بأنه هذا العضو هو اللي بده يحمل الفكرة، وبالتالي العمل مع الأعضاء بالقضية التعبوية، بالقضية المتابعة، بالتأطير، بالعمل عبر الأطر، كيفية العمل، المهام. فتجد أنه هو معجون تعبئة أو تنظيم، معجون مع بهذه الصفة. وأكيد مش كل حدا بيقدر يكون يعني أنه على هذه المقدرة من التواصل مع الكادر والبقاء معهم. وأنا بتذكر في أحد المرات يعني في بداية يعني أو في مرحلة متقدمة، في بداية خليني أحكي المرحلة الأخيرة يعني في قبل رحيله عنا، وكان قد تعب، ورغم ذلك كنا نجده أنه في مسيرات ينزل على قرندي، ينزل في مسيرات مقاومة شعبية، حتى أمره الأخ الرئيس في اجتماع لجنة مركزية، حتى تحدث حول ذلك الدكتور صبري سيتم، تفضل. نعم، أمره بأن لا يذهب بقرار، قالوا ممنوع تنزل، ما بدي، لأنه كنا شايفين وضعه الصحي، ورغم ذلك كان بينزل، ممنوع تنزل، وهذا يعني، وكان يتابع دائما الأخ الرئيس إنه لا، ليش ينزل، ما تخلوش ينزل، ما ينزلش، ما يختلطش. طب في مرحلة أخرى تقدمت في مرضه، إلا إنه كان يتابع قضايا الأقاليم والمناطق والشعب، وكان الكادر يتصل عليه، وإنت بتعرف ذلك كمان في محطات كتيرة، كان وصل مرحلة تعب شديد، إلا إنه كانت التليفونات حتى الساعة 10 و11 بالليل، وهذا يعني أنا سمعته منه وسمعته من أسرته من الكادر في قضايا تنظيمية، بتعرف في إشكالات ومتابعات، ولا يجدوا، رغم أنه هناك في مفوضية وفي نائب مفوض وفي متابعين وفي مكلفين وفي كذا، ولكن دائما القائد يعني هو الملجأ الأخير في كثير من القضايا، فكان دائما الاتصال والتليفونات، رغم أنه يجوز يكون أنه مش قادر يتنفس، إلا أنه كان يرد على تليفوناته. والغريب أنه لا أسبوع مضى يعني بتقدر تحكي أنه هو دائما اللي بيرد على تليفوناته وبيتعاطى مع القضايا. هذا يدلل على أنه إنسان الموقع بالنسبة له مسؤولية،
الموقع بالنسبة له مسؤولية، مش مجرد برستيج ومكان حجزته وخلص يعني ومسمى. الموقع مسؤولية، فكان لا يتخلى عن مسؤولياته، يتابع حتى آخر لحظة. ويعني بجوز من متابعتنا لدوره في التعبئة أو التنظيم إنه رغم إنه ما كانش قادر يمشي إلا إنه كان يتابع، صحيح بجوز مش يومياً يروح على، وهناك طاقم كبير يعمل في التعبئة والتنظيم، لكنه كان يروح هناك ويتابع ويعقد اجتماع ويستمع للكادر في هذه المتابعة، إلى أن قدم في الأسبوع الأخير يعني استقالة إعفاء وطلب إعفاء للسيد الرئيس، طلب إعفاء من مهمته بسبب الوضع الصحي. وكلنا يعني شعرنا يعني بأنه نحن في هذه المحطة، بأنه الدكتور لم يقدم على هذه الخطوة إلا لأنه شعر أنه لم يعد قادرا على تحمل المرض الذي يعاني منه. ولكن أقول نعم، هو خسارة كبيرة لشعبنا، خسارة لوطننا، ولكن قائد بحجمه ومناضل بحجمه، ناضل من أجل فلسطين. ومن المحطات اللي بحب أحكيها عنه إنه من يوم ما رجع على أرض الوطن يعني، ورجعت قيادة الشعب الفلسطيني على أرض الوطن وأقام هنا، من كتير شغلات بسمعها منه كان يحكي إنه إحنا ناضلنا ليش، بينحكى إنه مثلاً والله بيسافر فلان، بروح فلان، فلان إله بيت هون، إله يعني بيت هون كذا. فهو كان يحكي دائماً إنه إحنا ناضلنا ليش، مش عشان نرجع ونقعد بين أهلنا وناسنا، مش عشان بدنا الوطن. فهلأ عندنا جزء من الوطن، بدنا نقعد في هالجزء هذا ونكمل، بدنا نقعد في هالجزء هذا. فليش بدي أتنقل؟ ليش بدي يكون لي عنوان في أي مكان إذا كان عنواني، إذا أنا يعني رجعت على شبر، على الأقل في إلي شبر في هالأرض هاي. وكان يفتخر دائما، كان يفتخر دائما إنه هو إله صلات من الشمال حتى الجنوب، من الشمال حتى الجنوب، سواء كان بامتداد عائلي ولا بنسب هون ولا بأصدقاء هون بكذا. وكان دائما يقول إنه كل الفتحاويين، أنا من كل هالوطن ومن كل فلسطين، لأنه كل فتحاوي هو بيعني لي قرابة خاصة. وهذا كتير مش كل حدا ممكن يتناوله، إنه يشوف إنه كل الفتحاويين على امتداد الوطن، بالتالي هو قرابة خاصة. هذه فلسفة تستحق التقدير وتستحق الثناء. تجربتك كمحافظ محافظة نابلس، وأنت ذكرتي في سياق ما تفضلتي به وأنت تتحدثين وألمس هذه الحسرة وهذا الألم على رحيل القائد الوطني الدكتور جمال محيسن، وأنت من سكان نابلس، صحيح. كيف يمكن الحديث وتقييم هذه الفترة في إدارة محافظة بحجم محافظة نابلس التي يعني تتمتع بخصوصية، وأيضا هي كمان تمتلك كادر كبير جدا على المستوى الوطني وعلى المستوى التنظيم؟ كان مميزا في أدائه، لأنه كمان هو إجا بفترة فيها درجة من الصعوبة والفلتات. يعني هو نعم ممتاز، يعني هو إجا بفترة ترك المحافظة لما انتخب عضو اللجنة المركزية في المؤتمر السادس في بيت لحم 2009، ولكن قبلها بأربع سنوات يعني كان هو موجود، وكانت فترة الانقلاب وكانت فترة الانقسام، ويعني وبعدين كان درجة من الفلتان، فيعني وفوضى السلاح وكذا. ولكنه هنا لما قلت إنه هو جريء ليس فقط في اجتماع يقول رأيه، ولكن جريء في تطبيق ما يؤمن به. هنا النقطة، هناك جرأة ممكن على الطاولة أنك أنت تحكي رأيك، ولكن الجرأة بتطبيق ما تؤمن به في سياق المنظومة السياسية ولا في سياق الفكرة اللي انت مؤمن فيها، انه فيه اجراءات بدها تنعمل، هذا ممكن يكون مش الكل بقدر عليه. الدكتور جمال محيسن كان يقدم على ذلك دون تردد، وكان يؤمن انه هذا المشروع الوطني. ومرة تانية بحكي انه دورتنا عنوانها، جزء من عنوانها حماية المشروع الوطني، كان يؤمن أنه هذا المشروع الوطني يستحق أن ندافع عنه، وعلينا أن نعمل لنحميه، لأنه هناك من يريد أن يسرق هذا المشروع
أو أن يدمر هذا المشروع، فبالتالي كان يؤمن بذلك، وهذا شيء كتير مهم إنه حماية المشروع الوطني، كان يؤمن بحماية المشروع الوطني. وأنا بتذكر قديش إنه هو عمل دور كتير مهم له علاقة بإنفاذ القانون وسيادة القانون وضرورة احترام القانون، لعب دورا هاما واتخذ الكثير من الإجراءات والقرارات في هذا الشيء. أخ الدلال، هناك البعض وهذا استثناء من القيادات تتحدث بنفس الأنا. من الأشياء التي قيلت بحق الدكتور جمال محيسن على شبكات التواصل، ورأينا يعني حجم التعازي من قبل النشطاء الفتحاويين والوطنيين على شبكات التواصل، البعض تحدث أن الدكتور جمال محيسن كان دائما يتحدث بنفس نحن، هذه الفلسفة لو تحدثينا عنها أيضا. أنا أعتقد أنه من يتربى في حركة فتح يؤمن بالنحن أكثر من الأنا. أنا قلت الاستثناء وأتحدث عن المسؤولين بغض النظر. يعني من يتربى في حركة فتح، يعني والدكتور جمال يعني اتربى وبدأ حياته مبكرا في هذه الحركة، وكان دائم الانخراط ليس بالمهام التخصصية الجزئية، المهام التي تتطلب أداء فرديا، قلت بأنه كانت دائما في إطار المهام التي فيها انخراط مع مجموع من الجماهير، انخراط مع مجموع من الكوادر والأعضاء، فاللي بينخرط بهذا الجو بالتأكيد تتطور لديه فلسفة النحن وليس الأنا، لأنه يؤمن أن الرافعة المجموع وليس الفرد. الفرد مهم والكاريزما مهمة والشخصية مهمة، هناك مواصفات، لأنه كمان المواصفات الفردية لها علاقة بتقبل هذا الفكر، كمان المواصفات الفردية لها علاقة، المكون الفكري والذاتي والتربوي والشخصي له علاقة بهذا الفكر، فهو بشكل رئيسي أنه كان يؤمن. فطبيعة كمان بداياته ودوره في اتحاد المعلمين، يعني فكان دائما مع مجموع، واللي بتربى مع مجموع واللي بيشوف مع مجموع بالتأكيد بيؤمن بالنحن وبيؤمن بأنه نصعد معا وسويا. ونحن لن ننسى دكتور جمال محيسن، لن ننسى الدكتور جمال محيسن، سيبقى يعني ستخلد ذكراه، سيخلد ذكراه ليس حركة فتح كحركة، وإنما كل أبناء حركة فتح سيخلد ذكراه، لأن هناك كثر لهم قضايا مع الدكتور جمال محيسن، وقطاعات واسعة لها علاقات مميزة مع الدكتور جمال محيسن ومع أسرة الدكتور جمال محيسن أيضا، التي نكن لها كل احترام وتقدير. وكان دائما، آخر مرة أنا بدي أحكي بجوز شفته نازل من مكتب التعبئة والتنظيم، التقينا يعني على مدخل مكتب التعبئة والتنظيم، فبتحدث أنا وياه، توقفنا قليلا يعني هيك وبتحدث أنا وياه، وكيف الأخت أم المعتصم، فكان يقول لي أتعبتها معي. الله يعينها هلأ. كان يقول عزانا للأخت أم المعتصم وللعائلة وللأسرة الكريمة ولأبناء شعبنا العظيم ولأبناء حركة فتح على وجه الخصوص، إلى جناتي الخلد إن شاء الله يا دكتور. إن شاء يا دكتور جمال، مع الشهداء والأنبياء والصديقين، وعلى رأسهم سيد الشهداء ياسر عرفات، دمتم في رعاية الله. شكرا دكتورة. شكرا دلال سلامة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. شكرا. والشكر موصول إلى حضراتكم مشاهدينا ومستمعينا، إلى اللقاء.